السلام عليكم. ملحد يتحدى الله ويطلب من الحاضرين أن ينزل الله على الأرض، شاهد ماذا وجدوا في الحال. ولكن فضلا قبل أن نبدأ اخبط لايك واشترك في القناة ويلا بنا نبدأ. هذه قصة حدثت لرجل كان مدير في إحدى السجون. الرجل الذي تحدى الله أمام الناس اللواء حمزة البسيوني تخرج من الكلية الحربية وانضم إلى تنظيم الضباط الأحرار ليشارك في ثورة 23 يوليو 1952، وهو برتبة رائد عمل مدير للسجن الحربي الذي أفرج عن معتقليه الرئيس محمد أنور السادات. كان مجرد ذكر السجن الحربي يصيب المواطنين المصريين بالهلع لما عرف عن التعذيب الذي كان يمارس فيه ضد السياسيين المشكوك في ولائهم للنظام. وكان حمزة البسيوني عنيفا شره لممارسة التعذيب والتفنن في ممارسته ضد المعتقلين، وقتل بعضهم، وقيل أنه كان يدفنهم أحياء في الصحراء المجاورة للسجن الحربي. حمزة البسيوني الذي تحدى الله، حمزة البسيوني بلغ به التجبر والطغيان إلى حد أنه كان يقول للمعتقلين من أصحاب التوجهات الإسلامية وهو يعذبهم حينما يستغيثون بالله: فين إلهكم ده عشان أحطه في الحديد؟ والعياذ بالله والله أكبر. يروي الشيخ كشك رحمه الله على لسان الإخوة المعتقلين: كان الطاغية مدير السجن الحربي قد نهانا في رمضان أحد الأعوام عن صلاة القيام، وإلا تعرضنا للتعذيب والتنكيل، ولكننا كنا نحتال عليها وعلى السجانين، فكنا نصلي كل مجموعة في زنزانتها بصوت خفيض، وفي يوم فاض بنا الكيل وصار بعضنا وصممنا على أن نصلي جهرا ونسمع الحراس صوت صلاتنا. وعندما وصل خبرنا في اليوم التالي لطاغية قام بتقديرنا وتعذيبنا بكل أشكال التعذيب التي يتصورها العقل والتي لا يتصورها، حتى كدنا أن نهلك. وهنا صاح أحدنا بصوت جهوري ضخمه الحق: والله يا أيها الظالم، إن الله سيقتص منك وسيصفعك على ناصيتك. وهنا قال له الطاغية الظالم: ماذا تقصد؟ فقال له الأخ وقد كان فلاحا من إحدى قرى محافظة الجيزة: ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى؟ فقد قال الله بعدها: كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، وسيصفعك الله على ناصيتك. يا رب يا رب. قال: هتولي ربكم وأنا أحط في زنزانة. لعنه الله وأخزاه. ومما اشتهر عنه كذلك أن المعتقلين والمعذبين كانوا يقولون: يا رب يا رب أثناء التعذيب، فكان يقول لهم: لو أتى ربكم هذا لوضعته معكم في السجن. وهذا ما آل إليه بتكبره هذا، فقد مات حمزة البسيوني ميتة شنيعة إذا اصطدمت بسيارته سيارة لنقل أسياغ الحديد المخصص للبناء، فمزقت ضلوعه ولم يستطيعوا انتزاع جسده من الحديد الذي رشق في جميع أنحاء جسده. وينقل لنا الكاتب والمحامي ثروة الخرباوي عن المستشار خيري رئيس محكمة الاستئناف السابقة ما حكاه بشأن معاينته لجثة حمزة البسيوني، حيث يقول عن الحادثة: كانت حادثة مروعة، وكنت وقتها رئيسا لإحدى النيابات في محكمة كلية، وخرجنا أنا وزميل لي في مهمة قضائية لمعاينة الحادث ومناظرة الجثة. دلت المعاينة وشهادة الشهود على أن سائق السيارة القتيل كان يقود سيارته بسرعة غريبة، وكانت أمامه سيارة نقل محملة بأسياغ الحديد التي تتدلى مؤخرة السيارة، ودون أن ينتبه استمر في سرعته حتى اصطدم بالسيارة النقل، وحينها اخترقت أسياغ الحديد ناصية القتيل ومزقت رقبته وقسمت جانبه الأيمن حتى انفصل كتفه عن باقي جسده. وبتأثر واضح قال المستشار خيري: لم أستطيع مناظرة الجثة، فقد وقعت في إغماءة من هول المنظر. وقام زميلي باستكمال مناظرة الجثة، ولم يكن أمامهم إلا أن يفصلوا الرأس عن الجسد. سبحان الذي يمهل ولا يهمل، سبحان المنتقم الجبار، سبحان المولى الرحمن العادل، القاضي لا إله إلا هو وحده لا شريك له. ليته يكن عبرة واقع تقشعر لها الأبدان، ولا نقول إلا الله المستعان، لكن الله يمهل ولا يهمل، ولكل ظالم جزاء سواء دنيا أو آخرة، فاحذر أن تكون من الظالمين، فأين أنت من رب السماء والأرض؟